صفة صفة ولو دقت الغارة ولها نحن صقارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان، حياكم الله، رجعنا لكم اليوم يا إخوان كلاسيكو الأرضية بربع نهائي كأس الملك اليوم في الكامب نو، بداية المباراة. استنى قبل كل شيء إخوان، البرشلونيين ضبطونا اليوم التأهل إن شاء الله، البرشلونة اليوم ضبطونا باللايكات والاشتراك بالقناة يا إخوان، يوم حنولعها بالتأهل لنهائي الكأس ونلحق بأسس يا إخوان. المدريدية اليوم التأهل بإذن الله للملكي بإذن الله، لايكات بدنا نفجر المقطع لايكات عشان التأهل ملكي بإذن الله اليوم من قلب الكامب نو. نبي أنشيلوتي اليوم يبعرها بعرة مش طبيعية يا أخي، بأفضل تشكيل حد يسامح. بالعكس أنا شايفه ما في إلا رودريجو منزله مظبوط، البقية تشاوميني ما يلعب مركزه الأساسي، كامافينجا محاوله ظهير يسار، كروز مرجعه ارتكاز، بالعكس مخربط بالخطة، لعب تشاوميني ارتكاز، لعب كروز بمكانه، لعب ناتشو على اليسار، لعب ألبا على اليسار، ليش نغير مكانات؟ ليش تغير مكانات اللعيبة يعني؟ يلا يا خاندرو بالدي حلوة، يا رب يا رب يا رب يا شيل يا زلمة شيل، يا الله يا الله يا زلمة، هذيك تجي على طول شوارع يا الله، والبالدي ليش ما عندها منيح؟ لسه من بدايتها، من بدايتها لسه ما فيش. اوكي هلا فيه فات فات بالكول، ترك الطابة يا زلمة، ليش هيك فات بالكول؟ انت تستنى الطابة يا ابن الحلال، يا الله سبق الكرة، يا رب يا رب وك عطي بوسكس يا اخي، ليش يا كافي شو بيدو شوفه بالكرة بيدو قلبة، حط بيفار حلو. يلا يا اخي فلتوا واحدة بس واحدة، يلا يا كافي هاد غاد بالدي الجناح الطار، يا رب يا رب يا رب، ليفا ليفا ليفا، يا الله يا زلمه اوكي، يا الله يا زلمه اوكي، شو هاي ليفا الدربه انت مشان الله الدربه، شو زين يا اخي، وهيك الطاقه قويه يا فالفيردي، روح فينيسيوس حلوه يا روحه يا كبير، الله كبير والله، مرمى بيمانات يا حرام، حلوة يا حرام يا رودريجو لحالك، يا الله ما توقعها تعدي، يا حرام حلو حلوة، يلا يا بالت يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم، يا الله شو حرام عليك يا فاتي، بس لو لك بعديها يا بالتي، يا الله حطها فاول هاي، اشو ما تحطها كلك شيء حطها، شوط كروس شوط ما عندهم اشي، تركها تركها ما عندهم اشي والله ما عندهم، تركها يا زلمة، حطي بالدي يلا ليفا، يا الله اوكي هاي جزاء يا رب، يا الله يا زلمه شو اللي ضاع، روح روح فينيسيوس ولا رودريجو، بنزيما سفلو شوت فينيسيوس، جول 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 بنزيما، 1-0 1-0 1-0 للريال، حلوه 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 حلوه، المرتدات الثلاثي الثلاثي المدريدي حلوه، باموس ايوه 1-0 ابو ابراهيم، ما تفعل تفوت الكره، فينيسيوس يا حقير شوطها قويه يا زلمه، عم يتمرن الحارس اوه بالدقيقه الاخيره، حلوه الدقيقه 46، حلوه 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 حلوه، ما في شيء فينيسيوس هي داخله هي داخله، ابو ابراهيم بركات الصيام يا ابو ابراهيم، بركات الصيام فادت قبل ما يلمسها بنزيما، حلوه يا فينيسيوس، وكوين تاخرت يا اخي، ليش تاخرت ليش تاخرت يا رجل، يا حرام عليك، فوت فوت مودريتش، حلوه مودريتش، بنزيما بنزيما خلص بنزيما،
خلص الثاني ابو ابراهيم، هاي هي فرصة الجول مبينة يا معلم. مودريتش خلاص عزفها عزف المايسترو، المايسترو يعزف 2-0. حلوين الريال 2-0، دقيقة 50 يا اخوان، الريال متأهل لحد الآن. حلوين هجمة الجول مبينة، هجمة الجول مبينة يا اخوان. اتركهم يا زلمة يحتفلون، خراي عليك خرا. شوفونا مودريتش، مودريتش شوف كيف اخترق الدفاعات يا ولد، فك الشفرات ابو ابراهيم، حطها بزاوية الضعيفة، الزاوية الضعيفة لشتيجن، يعرف نقطة ضعف شتيجن، الزاوية اليمين لشتيجن هي نقطة ضعفه. حط فاول يا عماد، يلا يا اخي بالدي يا شيل، روح يا روخو تعدي ما يجيبك، روح يلا. حلوة حلوة حلوة، وكمشي باص يا روخو. ايوة ايوة ايوة، طاح طاح على الحياة. يا الله الطابة، يا الله الطابة، يا الله والله حرام يا زلمة، والله حرام، 3-4 اهداف يضيعوا يا زلمة. حلوة التمريرة، يا الله وينك يا فينيسيوس، كل مرة تطلع من بعيد، وينك كل مرة تطلع من القائم الثاني. شوفي ركلة جزاء، ركلة جزاء فينيسيوس، ركلة جزاء فينيسيوس. فاموس 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 على كيس، يمكن ابو ابراهيم يا معلم، يا ابو ابراهيم يا معلم الثالث، هذول الملوك. 57 دقيقة 3-0 يا معلم، هذا الريال يكوي كوي يحرق حرق يا معلم. يا ابو ابراهيم بركات الصيام، ابو ابراهيم برمضان هكر هكر هكر، مش طبيعي مش طبيعي ابو ابراهيم برمضان، مش طبيعي مش طبيعي ابو ابراهيم. حلوة حلوة، هدفين واسيست يا ابو ابراهيم، مش طبيعي. ما بعرف الهدف الاول حسب لابو ابراهيم هو لفينيسيوس، ما بعرف. 3-0 يا اخوان، هذا هو الريال ملوك الريمونت شادايات. روح ابو ابراهيم يلا العبها، مودريتش خلص الرابع. يا الله يا الله شو ضيعوا الريال، يا الله يا رودريجو، مودريتش قوية التمريرة يا مودريتش، حرام عليك انت خلصها، يا الله خطا دفاعي كارثي، كان الرابع حرام يضيع. هدف مجاني مجاني، اعطوكم هدف مجاني رفضتوه، خذ سجل قلك مدافع برشلونه، خذ بس حطها بالجول. الله عليك يا مودريتش، مودريتش يعزف يا اخوان، الحان الحان الحان، طرب طرب مودريتش. يلا يا اخي مشان الله يا زلمه، توريز توريز وك ليفا، ويا الله ما ابي توفيق يا اخي، ما في توفيق يا زلمه، والله ما ابي توفيق، الخط توقف. بدل كروس يا زلمة، بدل كروس دخيلة، الله بدله. ولا يا الله يا ابو ابراهيم، وين وين الهاتريك، يا الله كيف ضيعها، كيف عجيب، لسه احنا من ركلة الجزاء يا ولد يا فينيسيوس. 3-2 حلوة، أسينسيو يا الله طلعها، يا الله يا أسينسيو، كل مرة بتشوط عالي، هالمرة ليش شطتها أرضية، يا الله يا فينيسيوس يا الله. روح فينيسيوس، مشكلة هذا العاهة نزل معاه هذا فينيسيوس، أسينسيو. حلوة أبو إبراهيم، الله عليك الرابع ما فيها شيء، يو الرابع الهاتريك يا ابراهيم، الهاتريك الهاتريك، وبركات الصيام بركات الصيام ابو ابراهيم، ابو ابراهيم يا اخوان بركات الصيام يا ابو ابراهيم، وفينيسيوس يا ولد على الشوارع والممرات، بس ان شاء الله ما فيها تسلل، ان شاء الله ما يكون فيها تسلل لانه تاخر فينيسيوس بالتمريره. الرابع الهاتريك، شخصية الهكر في رمضان أبو إبراهيم، شفت أبو إبراهيم في رمضان، أبو إبراهيم في رمضان حاجة تانية،
ما فيها شيء يا ولد يا فينيسيوس. الاسيست باليسار. لا 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 قلت لك بس وصل الطابة لابو سمير. المساحات انسى انسى، كأنك تشوف مباراة ليفربول يا معلم. مباراة ليفربول في الأنفيلد هي مباراة برشلونة في الكامب نو، نفس المباراة. مش طبيعي مش طبيعي. أبو إبراهيم بالهكر، هكر 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 في رمضان هكر. أبو إبراهيم صلي التراويح قبل ما يفطر، التراويح قبل ما يدخل الملعب مصليها. شو الوضع؟ غير بعد نفس الفريق. الغيابات والله صراحة الغيابات أكيد مؤثرة. أربع لعيبة بيدري و وديونج، لو ديونج موجود بيدري بيدري وديونج وديمبلي وكريستنسن يعني الهجوم ديونج لو إنه موجود يعني ممكن. والله غيابات أكيد أثرت على برشلونة بس مش لهالدرجة يعني. يوم شو توفيق يعني في الشوط الأول لعبوا لا لا بس الشوط الثاني خلصوا 1-0 حتى الشوط الثاني بعد الهدف، بعد الهدف اللي سجله الريال لعبوا بس ما توفقوا يعني ما كان في توفيق. بعدين كورت بطلع هدفين كمان في كورت هذا كورت والطبيعي هذا الطبيعي من كورت قبل انه يجي الهدف الاول الشوط الاول يطلع هدف. هي كرة الهدف نفسها لبرشلونة. شو مشان التأهل اللي كان بتجيبه؟ طلعته من الجيب تأهل؟ والله اليوم يعني ممكن كان توقع صعب ما في وسط حدا ما في وسط. شوف شوارع يا رجل خالص يا معلم. صفة ولو دقت الغارة ولها نحن صقارة ولو دقت الغارة. هاي برضك وبين جمهورك، لا تقول لي غيابات وما غيابات. 4-0 برضك وبين جمهورك، 95,000 متفرج. هذا الريال باباتي، تقول لي الريال والريال، هذا الريال برضك وبين جمهورك. وريمونتادا وريمونتادا لا تزعل، لو دقت الغارة ها نحن صقارة برضك بين جمهورك. هلا مدريد يا اخوان. حكم ولا اوسخ من هيك يا اخوان، انا ما شفت حكم وسخ لهالدرجة. اروح عليه 6-7 بطاقات صفراء ولا بطاقة عطاء. جافي كان ممكن ينطرد بموقف او موقفين، مشالهم اياها، سلك لهم الامور. ولكن الريال اكتساح اليوم يا معلم. شوف انشيلوتي حج اجى على الحكم. هلا مدريد يا اخوان، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الشاطئ عشان يصلكم كل جديد بالقناة. تحياتنا لكم والسلام عليكم.